السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سر شجي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية. النهاردة اقول لكم على حاجة كده كانت بقى بتقابلني وما بيقفلش، فانا كنت بدور على طريقة ان انا اعرف اقفل اللابتوب يبقى شوت داون او يعمل شوت داون لما اسيبه مثلا حوالي نص ساعة او ربع ساعة من غير اي حركة عليه. فالنهاردة بقول لك ازاي تظبط الحركة دي او تعملها كده. بص، كل عليك انك هتيجي تفتح هنا في ستارت او سيرش اي حاجة من دولت، وتكتب تي اي اس تاسك سكيديولر. سكيديولر اهي، تاسك سكيديولر، ان انت بتنظم التاسك، بتعمل تاسكات تنظيمية. هيظهر لك المنظر ده كده. كل اللي عليك انك تروح على create basic task اهي، تمام، وتكتب التاسك ده مثلا اوتو اهو، لا ثانية، اوتو شوت داون، ان انت تعمل شوت داون اهو، الله، انت تعمل شوت داون اوتوماتيكلي. يعني اوتوماتيك، لو الجهاز متساب مثلا حوالي ربع ساعه نص ساعه تعمله اوتو شات داون، تعمل نكست اهي. يقول لك انت عايز تعبها ايه، كل اسبوع ولا كل مانس ولا مره واحده مثلا على طول، ولا لما الكمبيوتر يتفتح، ولا ايه بالظبط؟ فانا هخليه مثلا لما الكمبيوتر يتفتح، تمام. فهنعمل لما الكمبيوتر يتفتح، عشان ده انا بفتح الكمبيوتر على طول، يعني الكمبيوتر اول ما يتفتح بعمل كده. ونعمل نكست اهي، ويقول لك ستارت بروجرام، تروح قايل له نكست، فبيقول لك انهي البروجرام، تروح اعمل براوز اهي، براوز، وتختار اهي، هيظهر لك المنظر ده كده. تروح كاتب هنا مثلا شوت داون، شوت داون اهي، هيحصل ايه اهو، تختار شوت داون دوت اي اكس اي، شوت داون دوت اي اكس اي، هيظهر لك بالمنظر ده. وبعد كده تروح دايس نكست، وبعد كده تروح دايس open the properties dialog after click finish اهي، finish، هيظهر لك شكل تاني اهو. بص بقى بيقول لك ايه بقى، بيقول لك انت عايزها لما اليوزر يلوج ولا لا. قول له انا عايزه اذا كان اليوزر لج ولا لا، اذا كان اليوزر لج ولا لا، ودونت ستور باسورد دي، ورن with highest privilege اللي هي يبقى اقصى الاهميه، تمام. وبعد كده نروح على التريجر دي، التريجر، لا ده كده تمام، اللي انت على اول ما يفتح الجهاز، اول ما يفتح الاكشن ستارت بروجرام اهو، ده الاكشن بتاعك، الكونديشنز اللي هي يعني الاحوال بتاعتها، تقول له ستارت ذيس تاسك اونلي اف كمبيوتر ايدل، ايدل فور، وتختار له مثلا لما الجهاز مثلا تسيبه مثلا لمده ربع ساعه، وتستنى على الربع ساعه دي ربع ساعه كمان، تمام. فكده الجهاز ربع ساعة هيكون ثابت خالص، يعني لو انت بتعملش اي حاجة مثلا، قمت ولا حاجة، وهيستنى عليها كمان ربع ساعة. وبيقول لك ايه، دي نقفلها، دي بيقول لك كده هيبقى استنى كده نص ساعة. دي الاوبشن ده لا مش لازم، بيقول لك لما اعمل الاوبشن ده لما يكون متوصل بالاي سي باور، اللي هو متوصل بكابل الشحن، لا انا عايز دي كده خالص، انا عايزها تبقى دي على طول، تمام. والسيتنج بيقول لك allow task to be run on demand اهي، نقفل دي كده ونقفل دي، ونختار run task as soon as possible after schedule بس كده، والدنيا كده تمام. وran task if fail، يعني لو التاسك دي يعني فيلت او باظت، اعملها مثلا بعد 5 دقايق مثلا، واتم تو ستارت 3 ايام، في 3 مرات في الـ في الـ في الفتحه الواحده يعني، دوس اوكي. دي بقى المشكله اللي بتقابلنا، المشكله دي بقى هتروح جاي هنا في الاوكي. اليوزر ده اسمه محمد تحسين، محمد تحسين، هنيجي هنا في التشينج يوزر جروب، ونكتب هنا اهو، بص ده الاسم اهو، ناخده كده كوبي ونحطه هنا كده، بيست، محمد تحسين، محمد تحسين، ندوس اوكي وندوس اوكي، تمام. وندوس بقى في حاجه اسمها، هندوس على دي كده تاسك لايبراري، دي هيكون في حاجه اسمها اوتو شت داون اهي، اوتو شت داون، ودي كمان دلوقتي ريدي. فخلاص بقى كده، شكرا جدا ليكم، ولو في اي حاجه اكتبوها لي في الكومنتات، ولو في اي حاجه عايز تعرفها ابعت لي في الكومنتات وانا تحت امركم. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سر شجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.